علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وبالله حولي واعتصامي وقوتي وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وصلنا في الدرس إلى قول الشارح: وأما بناؤه على الفتح فمشروط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما بناؤه على الفتح فمشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا، نحو كلا لينبذن. واحترزت بذكر المباشرة من نحو قوله تعالى: ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، وقوله تعالى: لتبلون في أموالكم. فإما ترين من البشر أحدا، فإن الألف في الأول والواو في الثاني والياء في الثالث فاصلة بين الفعل والنون، فهو معرب لا مبني. وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدرا كان الفعل أيضا معربا. وكذلك قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله، وقوله: ولا تسمعن، مثله كذلك، غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال، ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجازم يصدوننك، فلما دخل الجازم وهو لاء الناهية حذفت النون، فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لاعتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة، وقدر الفعل معربا وإن كانت النون مباشرة لآخره لفظا لكونها منفصلة عنه تقديرا، وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا. نعم، أشار هنا إلى حكم الفعل المضارع أن يكون مبنيا. متى يكون مبنيا؟ قال: يكون مبنيا على الفتح فمشروط، فشرطه مشروط بأن تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا، نحو كلا لينبذن في الحطمة. نبذ ينبذ في أصل البناء للفاعل، نبذ ينبذ من باب ضرب يضرب، يعني وزنه فعل يفعل. إذا بني للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يقول عليها ينبذ. ينبذ هنا آخر كلمة، آخر حرف فيه وهو لام الكلمة الذال، يبقى الذال هي لام الكلمة وآخر حرف فيه، وهنا اتصلت به نون التوكيد دون أن يكون هناك فاصل بين الدال التي هي آخر حرف في الفعل وبين نون التوكيد، ولذلك سمي اتصالا مباشرا بدون وجود فاصل، لا لفظا ولا تقديرا. ولذلك بني الفعل على الفتح لتركبه مع النون تركيب 15. 15 مركبة من جزئين، الجزء الأول 5 والجزء الثاني 10،
كذلك هنا ركب من جزئين اللي هو الفعل هذا الجزء الأول والنون الجزء الثاني، ولذلك بني على الفتح لتركبه مع النون تركيبة 15 واتصلت به النون اتصالا مباشرا، بمعنى ليس هناك فاصل بين آخر حرف في الفعل وهو لامه وهو الذال شكيب باتصال مباشر، واللام التي في أول الفعل هذه لام التوكيد يعني موطئة للقسم، كأن رب العزة كأن رب العزة يقسم ويقول والله لا ينبذن في الحطمة، هذه يسمونها لام موطئة للقسم. يبقى إذن هنا الاتصال اتصال مباشر اتصال مباشر، والأمثلة كثيرة، لا تضربن لا تقومن لا تفعلن وإلى غير ذلك من هذه الأفعال التي اتصلت بها النون اتصالا مباشرا بغير وجود فاصل ما بين الفعل وما بين نون التوكيد. وهنا الاتصال المباشر، أفرض أن الفعل اتصلت به النون اتصال غير مباشر، وهنا إما أن يكون الفاصل ألف الاثنين ألف الاثنين أو يكون واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة. والشيخ ضرب لنا أمثلة فقال واحترزت به من قوله سبحانه وتعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الذين لا يعلمون. هنا الفعل أصله قبل أن تتصل به النون توكيد تتبعان، أصله تتبع آخر حرف فيه شنو هو العه، هذه لام الكلمة هذه لام الكلمة. وهنا اللام في قوله تعالى ولا هذه لا الناهية لا الناهية، وتتبعان فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، وألف الاثنين اللي هي تتبعان هذه هي الفاعل، والنون الأخيرة هذه نون التوكيد، وبذلك كانت ألف الاثنين فاصلا ما بين الفعل وما بين نون التوكيد، ولذلك قلنا الفعل في هذه الحالة مبني ولا معرب؟ معرب. شو السر في إعرابه؟ لفوات التوكيد لفوات التركيب، لا عاش في التركيب فصل، لو مثلا الخمسة والعشرة لا يمكن أن يوجد بينهم ما ولا غير ذلك، إذا وجد هذا الفاصل امتنع التركيب، هنا الألف فصلت ما بين الجزء الأول والجزء الثاني وبذلك زال موجب أو سبب البناء فأعرب. كيف نعرف؟ نقول اللام لام ألف لي لا ناهية، تتبعاني فعل مضارع مرزوم وعلام بلا الناهية وعلام الجزم حذف النون، وألف الاثنين فاعل والنون للتوكيد. هل النون هذه اتصلت بالفعل اتصال مباشر؟ لا، لأن العين هي آخر حرف في الفعل والألف فاصل ما بين الفعل وبين نون التوكيد، فلا يبنى معها لزوال سبب البناء وهو التركيب. وقراءة الجمهور لا تتبعاني، القراءة لا تتبعاني قرأ حفص ولا تتبعاني على أساس أن لا لأنها هي وهو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه تبوت النون والألف فاعل، ما فيش علاقة ولا فيش توكيد وهو خالي من الاستشهاد على هذه القراءة، يعني قراءة الجمهور هي التي محل الشاهد. وأما قراءة حفص عن عاصم فقوله ولا تتبعاني بالنون اللي هي امتعت المتنة، الألف والنون امتعت المتنة التي تلحق الأفعال أو الأمثلة الخمسة. الأمثلة كيف نعربها؟ لا هنا ليست الناهية وإنما هي النافية، وتتبعاني فعل مضارع مرفوع لأن ما فيش عامل للجزم، وبما أن ما فيش عازم الجزم لا تدخل عليه نون التوكيد لأن من أسباب دخول نون التوكيد اللي هو وجود النهي، وبذلك النون هذه هي النون التي هي علامة الرفع والألف الاثنين، يبقى هذه على هذه الوجه تعتبر خارج عن محل الشاهد. وين محل الشاهد؟ في قراءة الجمهور
ولا تتبعاني. لكن السؤال أن نون التوكيد مفتوحة، فلماذا جاءت في هذه القراءة مكسورة؟ نون التوكيد أقرأ لا ينبذن، النون شنو عليها؟ ونون التوكيد مفتوحة، فلماذا كسرت؟ فلماذا كسرت؟ ولماذا لم تحذف الألف لالتقاء الساكنين؟ مش أسئلة. السؤال الأول، الأصل في نون التوكيد أن تكون مفتوحة، فلماذا كسرت؟ هذا واحد. اثنين، الألف لماذا لم تحذف والتقائها ساكنة مع سكون نون التوكيد؟ شوف كيف قال هنا، كسرت نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع، تشبيها لها بنون الرفع، يعني اللي هي نون التوكيد هذه كسرت تشبيها لها بنون الرفع بتاعت الأفعال الخمسة هذه للتشبيه، ووقوعها بعد الألف من باب التشبيه فقط. ولكن لماذا لم تحذف الألف؟ هب أن حذفنا الألف، ترى احذف الألف في غير الآية القرآن، لا نريد أن نشبه بآية القرآن، يقول لا تضرباني في غير القرآن يعني، ونحذف النون، ترى احذف النون، احذف الألف، تقول لا تضربن، وبذلك يستوي المفرد والمثنى، المفرد والمثنى. يبقى إذن لو حذفت النون طبقا للإجراء على أساس أن كالياء والواو، يبقى فيه لبس ما بين المفرد والمثنى، ليس هناك فرق. هل تقصد لا تضربن، هل تقصد موجه للمفرد ولا موجه للمثنى؟ إذن في حذفه فيه لبس، ولذلك أثبتت هذه الألف لا تحذف. ليش لا تحذف؟ لأن حذفها يؤدي إلى اللبس بين المثنى والمفرد، ومراعاة المعنى أولى من مراعاة اللفظ، مراعاة المعاني أولى من مراعاة اللفظ. كويس، ما هو التقى ساكنان؟ نعم التقى ساكنان، ولكن على حدهما الجائز. وحدهما الجائز شنو هو؟ أن يكون الأول حرف مد والثاني حرف مشدد، حرف مشدد. يبقى إذن في هذه القراءة عندنا عدة أسئلة. السؤال الأول، لماذا كسرت نون التوكيد؟ اثنين، لماذا لم تحذف الألف؟ وهل التقاء الساكنين في هذه على حده المشروط ولا مخالف للشرط؟ نقول هنا الجواب الأول، كسرت نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع، ولم تحذف الألف لئلا يؤدي إلى اللبس بين المفرد والمثنى. كويس، وهل التقاء؟ نعم التقى ساكنين، ولكن على حدهما، وهو أن الأول حرف مد، ولا تتبع مد ولا مش مد، والثاني مشدد ولا مش مشدد، وهذا جائز، والمد فيه على ست حركات، على ست حركات. فإذا جاءت الطامة مد والتقى ساكنين، وما من دابة ولا الضالين، الحرف الأول حرف مد والثاني حرف مشدد، يبقى إذن ما فيش غرابة في أن تثبت هذه الألف، تثبت هذه الألف. لكن هل اتصلت النون بالفعل اتصال مباشر أو لم تتصل؟ شنو هو الفاصل، ملفوظ ولا مقدر؟ ملفوظ، أهو الألف موجود، الألف موجود، الألف موجود. تعال في المثال الثاني، واضح المثال هنا يا جماعة ولا لا؟ واضح المثال هنا والعلل التي تركبت عليه. لتبلون، أصله هو الفعل يبلو، يبلو، ترى ابنه للمجهول يبلى، يبلى بالألف المقصورة، لأن الألف دائما تكتب على صورة الياء إذا كانت رابعة فصاعدا، رابعة فصاعدا تكتب على صورة الياء، ماشي. يبقى إذن يبلى، ترى اسم ده لواو الجماعة، بتخلي الألف أو بتردها للواو، سيان طريقتان مثلا، ولكن احنا نختار الأسهل والأبسط، نخلي الألف، يعني هو فيها كلام، لكن الكلام سيأتي بتفصيله عند الإسناد
وعند توكيد الفعل، ولكن هنا خلوا الألف، خلي الألف تبلاون، تبلا وساكن الواو، تبلاون بالألف، الواو ساكنة والألف ساكنة، حذفت الألف، حذفت الألف وبقيت الواو. كويس. وبعدين شو بتدير هي؟ والله خليها واوين أسهل في النطق، في الواوين أسهل في النطق، تبلاون، تبلاون، اكتبوها اكتبوها، تبلاون، اللام عليه فتحة والواو الأولى مضمومة والواو الثانية ساكنة، وبعدين فيه نون الرفع. شو كتبتوا؟ تبلا، اللام شون عليه؟ فتحة، والواو الأولانية شون عليها؟ ضمة، والواو الثانية ساكنة، والنون نون الرفع. الواو الأولانية شنو هي؟ هي لام الكلمة، والواو الثانية شنو هي؟ واو الجماعة، والنون نون الرفع، واللام الأولانية لام التوكيد، لام التوكيد. يبقى الواو الأولانية اللي هي لام الكلمة عليها ضمة، استدخلت الضمة فحذفت، فالتقى ساكنان اللي هي الواو الأولى والواو الثانية، حذفت الواو الأولى، شو تصبح؟ تبلى أونا، تبلون. ها، إن فيه الواو الأولى شنو هي؟ مضمومة، والواو الثانية ساكنة، والنون هذه علامة الرفع مفتوحة، استدخلت الضمة على الواو فحذفت، شو التقي؟ ساكنان. أين سكون؟ سكون الواو التي هو لام الكلمة الأولى، وسكون واو الجماعة، تحذف الواو الأولى التي هي لام الكلمة. شو صبحت؟ تبلون، 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 هكذا. إلى حد الآن ما دخلناش نون التوكيد، حذفت الواو الأولى، الواو الأولى اللي هي لام الكلمة، لام الكلمة. وبعد شو تصبح؟ كيف تنطقها؟ تبلون، تبلون. واضح الكلام فيها ولا لا؟ الواو شنو عليها؟ سكون. كيف نطقها؟ تبلون. دخل نون التوكيد، تبلون أن، صح؟ نون الرفع هدية، ودخلنا عليها نون التوكيد، كم جمعة، كم صار في اللفظة؟ ثلاث نونات، اللي هي نون الرفع ونون التوكيد باثنين، ثلاث نونات. الفتحة هذه منين جت يا جماعة؟ أي من الهمزة، وين هالهمزة؟ حذفت، وهو من وسائل التخفيف، أنها إذا كانت متحركة وما قبلها ساكن تنقل حركتها إلى الساكن قبلها. أرأيت كيف يقرأ الأرض؟ تقرأ الأرض، والأولى تقرأ الأولى، والإنسان يقرأ الإنسان. الإنسان منين جت الكسرة والضمة والفتحة؟ من الهمزة المحذوفة. يبقى هنا حذفت الهمزة ولا محذفتش؟ أكويس. أسند إلى ياء المخاطبة، قول ت ر ي ن ترين، اي ترين، ت ر ي اللي هي تحت كسره، بشكل ولا لا؟ نفس طريقه الواو بالضبط معي ولا لا؟ الت هذه تاء المضارع، والراء هذه فاء الكلمه، والعين انحذفت، هذه الهمزه انحذفت ولا لا؟ والياء الاولانيه هي لام الكلمه، هذه هي لام، لام الكلمة، وهدية ياء المخاطبة، وهدية علامة، علامة الرفع. واضح يا جماعة؟ واضح في الكلام ولا لا؟ يعني ترأي، أيوة، كيف تنطقها؟ ترأيين، معي يا جماعة؟ به كويس. يبقى اللي هدية شن هي؟ الأولانية ياء، الياء لام الكلمة، والثانية شو الفرق بينات هذه حرف وهذه اسم؟ هذه هن بالشكل حرف حرف، لكن هذه حرف وهذه اسم، وهذه علامة الرفع. واضح الكلام؟ أيضا استدقلت الكسرة على وين؟ على الياء، فحذفت، التقى ساكنين وملتقى ساكنين، حذفت لام الكلمة، تصبح ت تري تاري إينا. هي كيف الآية؟ ها، تاري ترينا بالسكون، ترينا الراء شنو عليها؟ ترينا بالسكون، نعم.
ترين. هي قال لا ايش يقول الشيخ محمد؟ فإما إما هذه مكونة من إن وما، يبقى إن شرطية ولا مش شرطية؟ جازمة ولا مش جازمة؟ ستحذف هذه نون الرفع، تحذف نون الرفع ونقول عليه نعربه، نقول تارى، تارى أي ن فعل مضارع، تري تري تصبح بهذا الشكل تري فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزمه حذف النون، حذف النون، دخل عليه يا يا النون نون التوكيد شو تصبح؟ يا ساكن. أيوة أشوفها كيف ترى أي إن التقى ساكنة ولا ما تلقى ساكنة؟ بتحرك بيش بالكسر شو تصبح؟ ترى ين ترى ين. واضح الكلام فيها ولا مش واضح؟ يبقى إذن هنا الياء فاصل ولا مش فاصل؟ والواو هناك فاصل ولا مش فاصل؟ والالف هناك فاصل ولا مش فاصل؟ فاصل. هل فيه بناء ولا فيه اعراب؟ فيه اعراب. ليش الاعراب؟ لوجود الفاصل. ولو وجد الفاصل امتنع التركيب، واذا امتنع التركيب امتنع البناء، امتنع البناء. في هذه الاحوال شو يعتبر؟ هل الفاصل هنايا ملفوظ ولا مقدر؟ ملفوظ، اللي هي الألف والياء والواو. لكن في قوله تعالى ولا يصدنك، يصدنك ها مفيش فاصل. شفتوا هنايا جماعة هذا واضح ولا مش واضح؟ هذا نكتبه يصدونك، هي أصلا يصدونك أهي، يا صد يا صدو يا صدو نك. شو قال اللي قبلها؟ شنو فيه اللي قبلها شيخ محمد؟ ولا ولا يصدو، لا لا مش فيه، هي قبل الدخول للتوكيد. ولا يصدونك، هذه الواو وهذه اللام، هذه لا ناهيه، لا ناهيه، والناهيه شو بتدير للفعل؟ تجزمه. شو تصبح؟ يصدوك. انحذفت النون ولا ما انحذفتش؟ انحذفت. هل هي للتوالي الامثال ولا للجزم؟ الجزم. بالجزم بايش؟ بالناهيه. وينها لا الناهيه؟ في قوله ولا، الذي لا الناهيه. يبقى اذن هو فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه وعلامه جزمه حذف النون. شكله ولا لا؟ دخل عليه نون التوكيد يصدونك. التقى ساكنين ولا لا؟ وين الوين؟ السكون. الواو هذه انحذف الواو ولا ما انحذفش؟ انحذف لالتقاء الساكنين. هل الفاصل هنايا ملفوظ ولا مقدر؟ مقدر. مقدر. هنا الفاصل مقدر ليس ملفوظا، فاصل مقدر. يبقى إذن أن تباشره ألا تباشره النون مباشرة بحيث يكون بينهما فاصل، إما أن يكون الفاصل ملفوظا أو مقدرا. واضح الصورة فينا دينا؟ وليش البناء هو البناء للتركيب والفاصل يمنع التركيب؟ يبقى يعود إلى الإعراب، وهو أنه ليس بمبني، ليس معرب. واضح الصورة فيها؟ وأيضا في قوله تعالى ولا تسمع عنا، غير شنو الفرق ما بين لا تسمع، لا تسمع عنا اسمع عنا؟ شفت كيف هنا النون، النون بتاعت الرفع حذفت للتوالي في هذا، وهناك حذفت ليش؟ للجزم. والنتيجة واحدة، أنه تخلصنا من هذه النون سواء كان محذوفة للجزم أو كانت محذوفة لتوالي الأمثال. المهم التقى ساكنين اللي هو الواو والنون، حذفت الواو. لماذا لم تحذف في لا تبلون؟ لأن اللي قبل الواو محذوف، إذا حذفت ليس هناك ما يدل عليها، وهنا ما قبل الواو مضموم ففيه دلالة عليها، وما قبل الياء، ما قبل اسمها ذاك الياء أيضا كان مكسور، مكسورا مكسور. ففي ما يدل على هذه الياء، وفيه ما يدل على،
ولكن في لا تسمعن الضم هذه دالة، ويصدنك الضم هذه دالة، ولذلك حذفت الواو. لكن في لا تبلاون الواو مفتوحة، لو حذف اللام محذوفة مفتوحة، لو حذفت الواو لا ليس عليها دلالة، ولذلك لم يكن الأمر اعتباطيا جاء هكذا، وإنما جاء طبقا لأسس وقواعد ثابتة لا تنخرق. واضح الصورة فين هدينا؟ ماشي. ولا تسمع، ولا تسمعن مثله، مثله في أي شيء؟ المثلية لا تقتضي أن تكون إذا كان مثله في جميع الأمور، لا، قد يشابه في شيء ويخالفه في شيء آخر. مثله في حذف النون وحذف الواو، لكن علة حذف النون في لا ولا يصدنك غير علة حذف النون في، لأن هناك حذفها للجزم، حذفها لأن حذفها للجزم، وهذه حذفها لتوالي الأمثال. يبقى المثلية مش ليست على الإطلاق. مثله في الفاصل مقدر. أيوة، المهم مثلها في أن الفاصل مقدر، غير أن نون الرفع حذفت تخفيفا لتوالي الأمثال. وين؟ في الأول ولا في الثاني؟ في الثاني. وفي الأول ليه ماذا حذفت؟ ليصدنك للجزم، وفي الثاني حذفت لتوالي الأمثال. ماشي. ثم التقى ساكنان أصله قبل دخول الجازم يصدنك، هكذا دخل الجازم حذفت النون الأولى، ثم التقى ساكنان حذفت الواو لدلالة الضم عليها، وهي لا النهي حذفت النون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت النون لاعتلالها. واضح الكلام جماعة هذا ولا مش واضح؟ ماشي. ووجود دليل يدل عليها، وين الدليل؟ الدال الضمة، الضمة عليها وهو الضمة. وقدر الفعل معربان وإن كانت النون مباشرة، تو في الشكل يكون في اللفظ مباشرة ولا مش مباشرة؟ مباشرة، مباشرة ولا مش مباشرة؟ لكن الفاصل معتبر ولا مش معتبر؟ معتبر. ليه؟ لأن ما حذف لعلة فهو في حكم الموجود، إذا زالت العلة سيعود، حول نون التوكيد ستعود الواو ويعود اللي كان محذوف. يبقى ما حذف لعلة فهو في حكم، فهو في حكم الموجود، يعني كأنه موجود به، لكونها منفصل عنه تقديرا، وقد أشرت إلى ذلك كله ممثلا. وأما إعرابه ففيما عدا هذين الموضعين، أين هما موضعان؟ إذا اتصلت به نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، في هذين الموضعين يكون مبني، وفي غير ذلك يكون معربا. نحو يقوم زيد، كيف تعربه؟ يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ولن يقوم منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. شكي. وكان الآن يمثل بالمعتل، قل مثلا يدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه الضمة المقدرة، ويرمي أيضا الضمة المقدرة منع من ظهورها التقل، ويسعى الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. تعذر. نعم. الكلام اللي خدناه هدايا يا جماعة واضح والله؟ في إشكالية؟ واضح. تمام يعني؟ نعم. أقرأ. قال وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل وليس، وليس منه، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية، ولما الرابطة بين الأصح في الأصح. قال الشارح فلما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا علامات الفعل، نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، فانتفى أن يكونا اسمين وأن يكونا فعلين، وتعين أن يكونا حرفين، إذ ليس لنا إلا ثلاثة أقسام وقد انتفى اثنان فتعين الثالث. ولما كان من الحروف ما اختلف فيه هل هو حرف أو اسم،
نصصت عليه كما فعلت في الفعل الماضي وفعل الأمر، وهو أربعة: إذ ما، ومهما، وماء المصدرية، ولما الرابطة. نعم، أنا قال الحرف، هل الحرف تقول عليه معرض؟ لا. لا. لا، لماذا لا يعرض؟ لعدم وجود مقتضي الإعراب. شنو مقتضي الإعراب؟ إما الإخبار به أو الإخبار عنه، والحرف لا يخبر به ولا يخبر عنه لعدم وجود مقتضي الإعراب. ولذلك لما جاء في أوائل صور القرآن الكريم ألف لام ميم، ولا تعد تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، نقول لك أنت عد واحد، كيف تقول؟ كيف تعرف يعني؟ أنت مثلا أنت تعد تقول واحد اثنين ثلاثة، والله تقول مثلا المسجد موجود فيه مدرس طالب آلة كذا وكذا، نقول لك اعرف مدرس وطالب وآلة وكذا وكذا، نقول لك أنا ليس لي لا تعرف. ليش؟ لأنك أنت لا تريد الإخبار عنه ولا الإخبار به، فما فيش شيء يعني يقتضي الإعراب. ولذلك الحروف المقطعة على وجه أن هذه الحروف المقطعة في أوائل الصور تسرد سرد الأعداد فلا تعرب، وإنما يوقف عليها بسكون الوقف، بسكون الوقف لعدم وجود مقتضي الإعراب. لا تقول عليها لا خبر ولا مبتدا ولا فاعل ولا مفعول على وجه يعني، كما سيأتي إن شاء الله بعون الله تعالى. أيضا هذه الحروف يبقى هي حروف لا 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 يخبر بها ولا يخبر عنها. قل لي ما تقول الجار والمجرور، نقول لك هي متعلق الجار والمجرور هو الخبر، متعلق الجار والمجرور يبقى متعلقاتها وليست هي، وليست ما علينا. وجبنا قال أنها لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الحرف الفعل، لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل. ومثلنا منها بهل وبل، وكان القياس أن يقتضي بهل والهمزة، بش مثلا واحد يكون حرف مركب من حرفين وحرف يكون حرف واحد، تو هل وبل شكل شكل واحد، لا يفي بالغرض في التمثيل، لا يفي بالغرض في التمثيل. يعني كيف لا يفي بالغرض؟ لأن الحرف قد يكون، والأحسن يكون مثلا بهل وبالهمزة وهل وعلى، بيشتطرح فيها أنه لا شرط أن يكون الحرف مركب من حرفين أو من حرف واحد أو من ثلاثة أحرف أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك. ولذلك مثلا لو قال مثلا بهل بالهمزة وهل، نقول ما يمشي الحال. ليه؟ لأن الهمزة مفردة وهل مركبة، والتركيب من اثنين وثلاثة فما صعد. فإنهما لا يقبلان شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا، فإذا انتفى أن تكون من باب الاسم ومن باب الفعل شو يبقى؟ والقسمة ثلاثية، القسمة ثلاثية، انتفى اثنان تعين الثالث. شنو هو الثالث؟ الحرفية، الحرفية. وأيضا كما سلك في باب الماضي والمضارع والإعراب وغير ذلك أن هناك اختلفوا في الأفعال، هل هي أفعال والله ليست أفعال، كذلك هنا اختلف في ثلاثة والله أربعة، اللي هو إذ ما، ومهما، وما المصدرية، ولما الرابطة. ولما الرابطة هل هذه حروف أو هذه أسماء؟ ويأتي للتعليل عليها ماذا قال الشيخ؟ فأما إذ ما، أنا رحت فأما إذ ما ولما كان من الحروف ما اختلف فيه، وأما مهما فأما إذ ما اختلف فيه سيبويه وغيره، فقال سيبويه إنها حرف بمنزلة إن الشرطية، إن الشرطية، فإذا قلت إذ ما تقوم، إذ ما يعني صارت كلها كلمة واحدة بمثابة إن الشرطية. وجاب لها مثال انت اد ما تقوم فعل، تقوم فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط مجزوم باد ما، اد ما تقوم اقم، اقم، أقم. اد ما تقوم اقم فمعناه ان تقوم اقم. وقال المبرد وابن السراج والفارسي انها ظرف زمان، وان المعنى في المثال متى تقوم اقم، واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما، والأصل عدم التغير. وأجيب بأن التغير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي فصارت للمستقبل،
فدل على أنها نزع منها نزع منها ذلك المعنى البتة. وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا المختصر. كويس. توهنا قال اللي اختلف فيه إدماء، هل هي حرف أم اسم؟ فأما سيبويه فقال على أنها حرف وتعرب كأنها إن الشرطية. كيف تعرب المثال؟ إذ ما، كل منها الكلمة كاملة إد وما، إد حرف شرط، أيوة حرف شرط، أداة شرط، وتقوم فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر، وأقم فعل جواب الشرط مجزوم بإد ما، الاثنين مش إد فقط. وقال المبرد وابن السراج والفارسي إنها ظرف زمان، يعني هي اسم شرط، مثل متى، متى تقوم، أي متى، هذه كيف تعرف في هذا المثال؟ متى اسم شرط مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، لأنه ظرف، متى هذه حينية زمن. وتقوم فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وأقوم فعل جواب الشرط. كذلك لما تعرف هناك أيضا إدماء، كيف تعرف على رأي سيبوي على المبرد؟ إدماء 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 اسم شرط مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، على الظرفية. يبقى إذن فريقان، فريق قال على أنها حرف وفريق قال على أنها اسم. اسم لماذا اعتبرتها اسم؟ قال لأنها واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسما. إد هي ظرف ولا مش ظرف؟ ظرف مبهم لما مضى من الزمن، لما مضى من الزمن، إذ ظرف مبهم لما مضى من الزمن. شو معنى مبهم؟ غير معروف للعدد ولا المقدار ولا الصفة. عندما تقول مثلا جلست وقتا، الوقت ده كم عددا؟ قديش الساعة؟ مبهم ولا ليس معروف للعدد ولا المقدار ولا الصفة، ولذلك يسمونه عدد مبهم أو ظرف مبهم لما مضى من الزمن. تقابلها إذا أيضا ظرف مبهم لما يستقبل من الزمن، يعني هن الاثنين، واحدة للاستقبال وواحدة ليش؟ للمضي. إد إد ظرف مبهم. شنو معنى مبهم يا جماعة؟ أنه غير معروف. مثلا شنو؟ برهة، فترة، مدة، حين، وقت، زمن، هذه كم العدد متاعها؟ مش معروف. وش هي الصفة متاعها؟ مش معروف، طويل، قصير مثلا، وكذلك العدد متاعها مش معروف. هذه شو يسمونه؟ ظرف مبهم. ليش؟ لما مضى من الزمن. واحتجوا بأنها قبل كانت اسما، والأصل عدم التغيير، يبقى بما دخلت عليها ما لم تغير فيها يبقى الظرفية موجودة، موجودة فيها. وهذا الأمر ليس بلازم، كثير من الأمور لما تركبت تغير حكمها، تغير حكمها بعد التركيب. وأجيب بأن التغيير قد تحقق قطعا بدليل أنها كانت للماضي. ليش تحقق؟ لأن الشرط، الشروط، الشروط إنشائية، والإنشائية تكون في المستقبل، لابد أن تكون مستقبلا. مثلا إن تجتهد تنجح، متى يتحقق النجاح؟ بعد الاجتهاد. بعد الاجتهاد. الاجتهاد مستقبل ولا مش مستقبل؟ مستقبل. يبقى هذا الفعل وإن كانت دلالته فعل ماضي، ولكنه لما دخل في سياق الشرط وهو ترتب شيء على شيء آخر أصبحت دلالته مستقبل. يعني بالتركيب أصبح دلالته مستقبل، ولكن هل أخرجته دلالته على الاستقبال في التركيب عن كونه فعل ماضي؟ لا، لا، مازال فعل ماضي، لا زال فعلا ماضيا بشكل بدليل أنها كانت فصارت، فدل على أنها نزع عنها ذلك المعنى البتة. وفي هذا الجواب نظر لا يحتمله هذا مختصر. يعني تحتاج إلى سوية التحليل. إذن هذه إدماء فيها اختلاف، والفاش اختلاف. سيبوي كيف عربها؟ حرف شرط. كيف تعربها؟ تقول إدماء أكل منها حرف شرط أو أداة شرط لا محل لها من الإعراب، لأن حرف ليس عندها حرف منها. وتقوم فعل مجزوما بإدماء، وأقوم جواب الشرط مجزوم. وعند المبرد ومن تبعه فهي اسم مبني. لما تقول اسم لابد يكون لها محل من الإعراب، ما محلها؟ تقول نصب على الظرفية. كيف تقول؟ اسم مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. بيش منصوب؟ بفعل الشرط، بفعل الشرط. نعم. وأما مهما فزعم الجمهور أنها اسم
بدليل قوله تعالى مهما تأتينا به من آية تأتنا به من آية، فالهاء من به عائدة عليها، والضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف، واستدلا على ذلك بقول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وتقرير الدليل أنهما أعربا خليقة اسما لتكن ومن زائدة، فتعين خلو الفعل من الضمير. وكون مهما لا موضع لها من الإعراب، إذ لا يليق بها هاهنا لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ. والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له. وإذا ثبت أن ألا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا. والتحقيق أن اسم تكن مستتر ومن خليقة تفسير لمهما، كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية، ومهما مبتدأ والجملة خبر. هذه مهما، هنا في مهما اختلف فيها، فزعم الجمهور أنها اسم. لو بنعربها على أنها اسم شو بنقول؟ مهما مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. تأتنا فعل الشرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر يعود على مهما، ونا مفعول وبه جار مجرور متعلق. وجملة الفعل الشرط وجملة الشرط والجواب الشرط هي خبر المبتدأ. هل هناك رابط يربط ما بين المبتدأ وما بين الخبر؟ نعم، وهو الضمير في به. وإذا عربتها ناي الفاعل ضمير مستتر يبقى من آية ما تعرف شيء كيف عربها، لك هنا تعتبر تفسير لمهما. مهما ما المقصود بها؟ مهما يعني آية، مهما تأتنا به من شيء، هذا الشيء من أي نوع؟ من الآية. يبقى إذا هذا التبيين لمعنى كلمة مهما، مهما شيء شنو هو؟ آية. مهما تأتنا به من آية يبقى تفسيرية. فالها من به عائدة عليها، يعني على إيش؟ على مهما. وإذا عاد عليها الضمير هل هي فعل والله حرف والله اسم؟ لا بد أن تكون اسما. والضمير لا يعود إلا على الأسماء. وزعل السهيل وهو أندلسي، وكذلك ابن يسعون أندلسي أيضا، أنها حرف، واستدل على ذلك بقول زهير ومهما تكن عند امرئ. وهنا ناتي لتقرير الدليل، كيف نقرر الدليل الذي استدل به السهيلي؟ طبعا هو ابن يسعون متقدم على السهيلي. ابن يسعون توفي في 540 والسهيلي في 581، يعني ابن يسعون متقدم عليه يعني. والاثنين أندلسيان يعني. كيف يعربوها؟ قال نعرب مهما حرف شرط، تكن فعل الشرط مجزوم وهو فعل ماضي مضارع ناقص، عند امرئ عند ظرف وامرئ مضاف إليه وشبه الجملة في محل نصب خبر تكن، ومن زائدة في من خليقة، وخليقة الاسم تكن مجرور لفظا مرفوع محلا، مرفوع محلا أيوة، ومهما تكن خليقة عند حاصلة أو مستقرة عند امرئ. هذا تقديرها كتقديرها في الإعراب. واضح إعرابها كيف؟ مرة ثانية كيف أعربها؟ مهما أداة شرط، هي حرف شرط، تكون فعل مضارع ناقص، وجوه الإعراب لكن نختصر على المختصر هنا. تكون فعل مضارع وهو فعل الشرط ناقص مجزوم وعلامة جزمه السكون، عند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف امرئ مضاف إليه، وشبه الجملة في محل نصب خبر تكن، ومن زائدة، وخليقة الاسم تكن مجرور لفظا بمن الزائدة مرفوع محلا، مرفوع محلا. إذن يبقى إذن لما لماذا يا سهيلي ويا يوسف
ابن يسعون عربتما مهما حرف. قال لأن لو عربناها اسم ما فيش ضمير يعود عليها يربط ما بينها وبينها. كيف؟ لما عربنا يكن ما عادش في ضمير يعود على مهما ولا لا، لأن خدت اسمها وخدت خبرها. إذن هنا مهما لا يجوز أن تعرب اسم مبتدا، ولا لأن لو كان مبتدا سيعود عليها الضمير وما هناكش ضمير يعود عليها، شكو لا. وبما أنه خلت من الضمير والأسماء لابد أن يعود عليها الضمير من الجملة التي بعدها، يبقى هل تعرب اسم ولا حرف؟ حرف. يبقى إذن هو هذا وجه الدليل. كيف تقرير وجه الدليل؟ أن تكون خدت اسمها وخدت خبرها فلا تحتاج إلى شيء غيرها، بحيث أنه لا يمكن أن تتسلط على ما، فلا يمكن أن تكون ما مهما هذه مرفوعة ولا منصوبة. إذن هنايا انعدم أن يعود عليها الضمير، وإذا انعدم أن يعود عليها الضمير استحالة أن تكون اسما، فتعين أن تكون حرف. هذا وجه الدليل. لكن الجمهور لما اتجهوا إليه ما كيف يعربونها؟ قال لا، وهذا في نظركم أنتم تعرب بهذا الشكل، ولكن هناك وجه آخر من الإعراب. ما هو وجه الآخر؟ المهم واضح الإعراب هذا يمتعهم. مهما اسم حرف شرط، وتكون فعل مضارع ناقص مجزوم، وتكون الناقص اللي يبي خبر اسم، وين اسمها؟ خليقة ما هي مجرورة في اللفظ، كيف تكون اسم لتكون مرفوعة؟ قلنا مجرورة في اللفظ ما مرفوعة في المحل. وعند هذا هو الخبر تكون. هل عاد من هذه الجملة شيء على مهما؟ لم يعد. وإذا لم يعد عليها ضمير تعين أن تكون حرفا. أكويس. ما رأي الجمهور؟ قال وفي هذا غير مسلم به، لأن ممكن تعرب بهذا الشكل. كيف؟ قال مهما اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ، وتكون أيضا فعل الشرط مجزوم بيش بمهما وعلامة جزمه السكون، واسمه ضمير مستتر يعود على مهما. وعند امرئين، وعند امرئين هدية خبر تكن، بهي من خليقتي. قال لما خليقة ليست اسم تكن، وإنما هي تفسير لمهما، كأن قال مهما يعني شيء ولا لا. أشنو الشيء هذا؟ ما هو هذا الشيء؟ هو الشيء أنه من خليقة، من ونظرها جبلها نظير في قوله تعالى ما ننسخ من آية. يبقى من آية هنا تفسير لكلمة ما، كذلك من خليقة تفسير لكلمة. إذن هنا عاد عليها ضمير ولا ما عادش عليها ضمير؟ وإذا عاد عليها الضمير تكون اسم ولا تكون حرف؟ اسم. وهذا إعراب جيد، وأيضا التنظير فيه والأمثلة فيها، وهو رأي الجمهور. يبقى إذن أقرر الدليل اللي استدل به، والدليل المعارض. دليل المعارض شنو الدليل اللي استدل به؟ وهو في بيت واحد اللي هو مهما تكن. كيف أعربها السؤال لعبد عبد السلام؟ قال مهما هي حرف. إيه؟ ما فيش عود ضمير جملة تكن، هذه أخذت يعني ضمير العائد. إيه؟ عند امرئ مبتدا، خبر تكون من خليقة، من زائدة خليقة مجرور محلا مجرور لفظا مرفوع محل اللي هذا اسم تكون. يبقى إذن هل هناك ضمير يعود؟ هذا وجه الدليل. به والدليل المعارض التحقيق ان مهما اسم شرط وتكون فعل ناقص، ومهما شرط هذا اسم شرط مبتدا وتكون فعل مضارع ناقص، والضمير يعود عليه اللي هو هي به. وشو تاني؟ وعند امرين هي الخبر في محل نصب خبر، ومن خليقة تفسيرية. ليش فسرت ماذا؟ كأن هناك سائل يسأل المهما شنو هي، أي شيء هو اللي هو من خليقة. واضح السؤال ليه؟ ولذلك أنظر لها يعني جبلها نظير. قال هنا والتحقيق أن اسم تكون مستتر ومن خليقة تفسير لمهما، كما أن هذا هو التنظير من آية تفسير لميش لما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها.
والجملة خبر. وأين جملة خبر؟ تكن من خليقة هي الخبر. خبر لمن؟ للمبتدأ. لمن؟ واضح الكلام؟ هذا بالنسبة لمن؟ محمد. وأما ما؟ نعم. وأما ما المصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر، نحو قوله تعالى: ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم. وقول الشاعر: يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، أي يسر المرء ذهاب الليالي. أيوة. وقد اختلف فيها فذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة إن المصدرية، وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنها اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل وهو الحدث، والمعنى ودوا الذي عنتموه، أي العنة الذي عنتموه، ويسر المرء الذي ذهبه الليالي، أي الذهاب الذي ذهبه الليالي. ويرد على هذا القول أنه لم يسمع: أعجبني ما قمته وما قعدته. ولو صح ما ذكر لجاز ذلك، لأن الأصل أن العائد يكون مذكورا لا محذوفا. أولا ناتي ما معنى الحرف المصدري، ويقال له حرف مصدري وحرف صلة وحرف سبك وحرف سبك، ولذلك يقال له حرف موصول وحرف مصدري وحرف سبك. يقال له الكلام ليش للحرف المصدري؟ وهو ما يدخل على جملة يسبك منهما مصدر. قل يعجبني أن تقوم، تقدير الكلام يعجبني قيامك، أن مصدرية تكون منه المصدر، ويعجبني أنك مؤدب، يعني يعجبني أدبك شكل، وذاكر كي تنجح، ولو أنهم اظلموا أنفسهم، يتكون من هذه مصدر. منين يؤخذ المصدر؟ شوف الكلام: يعجبني أن تقوم، تأخذها من الفعل صح؟ قيامك. ويعجبني أنك مؤدب، تأخذه من الخبر في أن شكي. صار إذن هو لها جملة، هذه الجملة يكون منه الاثنين، هي واحدة مصدر مؤول، هي مصدر مؤول ينسبك منه المصدر صريح. يعجبني أن تقوم يقول عليه مصدر مؤول، ويسمى هذا الحرف المصدري. ولذلك يقول الحرف المصدري له صلة، كما أن لاسم الموصول صلة. ما الفرق ما بين صلة الموصول الاسمي وصلة الموصول الحرفي؟ صلة الموصول الاسمي لا تنسبك مع اسم الموصول وتكون منه كلمة واحدة، وصلة الموصول الحرفي ينسبك منهما اسم واحد، يكون له محل مبتدأ خبر. وأن تصوموا خير لكم، عن هذه مصدرية، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع مبتدأ تقديره صيامكم. إذن هنا تكون مصدر ولا لا؟ ما هي الحروف المصدرية؟ هي ما وإن وأن، مفتوحة الهمزة المشددة، وأيضا المخففة إذا خففت منها، مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، هذه مخففة من الثقيلة، أن لا إله إلا الله مخففة من الثقيلة، ولذلك لا 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 تضغم في اللام، ولا تضغم في اللام، تضغم لا إله إلا الله، تضغم في اللام النون والهمزة، النون تضغم في اللام، في هذه اللام تضغم، ليش؟ لوجود الفاصل اللي هو ضمير الشان، وجود فاصل بينها وبين لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، ليش؟ لوجود الفاصل. وين الفاصل؟ تقدير الكلام أنه
أن هو اسمه ضمير الشاندة فاصل ما بين أن ولا النافية ولا النافية للجنس. شوف كيف هذه اسمها تكون منها مصدر مؤول هي المخففة من الثقيلة وأيضا المشددة المفتوحة الهمزة تؤول بمصدر. ولذلك لما تقول يعجبني أنك قائم تلعبها تقول أن مش حرف توكيد ونصب والكاف اسمها وقائم خبرها ما تقولش والجملة يعني ليست جملة لكن تقول إنك قائم هذه جملة لأنها لا تؤول بمصدر لا تؤول يبقى الحروف المصدرية إيش هي أن وهي الأصل وش تاني ما وأن المفتوحة الهمزة سواء كانت متقلة أو مخففة وكي ولو هذه يسمونها الحروف المصدرية لماذا سميت مصدرية لأنها تؤول مع صلتها بمصدر أن الناصبة اللي هي مفتوحة الهمزة الساكنة وأن مفتوحة الهمزة المشددة والمخففة منها وما وشو تاني وكي ولو هذه يسمونها حروف مصدرية لماذا سموها مصدرية لأنها تكون مع صلتها بمصدر قد يكون فاعل قد يكون مفعول قد يكون خبر والمصدر يؤخذ من الفعل إن كان تمة فعل ومن المشتق إن كان هناك مشتق ومن الكون العام إن لم يكن هناك مشتق مثل شنو شوف الكلام مثل شنو لما تقول مثلا يعجبني أن زيدا أخوك هنا ما فيش مشتق منين بيجي المصدر كيف تكون منها مصدر كون يعجبني كون زيد أخاك قالت منين يجي المصدر يبقى إذن هنا ملاحظة تسجل أن الحرف المصدري يسبق مع صلته ليكون منهما مصدر يعرب حسب موقعه في الجملة والمصدر يؤخذ من الفعل إن كان في الجملة فعل ومن المشتق إن لم يكن فيها فعل ومن الكون العام إن لم يكن هناك فعل ولا مشتق شوي يبقى إذن الحرف المصدري إيش هن أن المفتوحة اللي تنصب الفعل المضارع وأن المفتوحة المشددة والمخففة من الثقيلة هذين الثلاثة وكي ولو وما هذين يسمون شنو حروف مصدرية لماذا سميت مصدرية يا جماعة لأنها يكون منها ومن صلتها مصدر المصدر هذا يعرب حسب محله في الجملة وعن تصوموا هنا المصدر في محل رفع فاعل في محل رفع مبتدا شك ولا لا يعجبني أن تقوم في محل رفع فاعل شكي تقدير قيام منين يؤخذ المصدر من الفعل إذا كان في جملة في الفعل ومنين تاني إذا كان في صلتها مشتق أفرض لا في فعل ولا في مشتق يؤخذ من الكون العام واضح الكلام واضح يبقى إذن هذه شو يسموها حروف مصدرية حرف مصدري والحرف ما ليش محل أما منين المحل بصلتها يكون منها الاسم وهنا قال وما مصدرية فهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر نحو قوله تعالى ودوا ما عنتم ودوا هنا فعل فاعل ما مصدرية عنتم فعل ماضي وتم ضمير في محل رفع فاعل وين صلتها وين الحرف المصدري ما وين صلتها عنتم فعل ولا مش فعل كون منهم مصدر عنت ودوا عنتكم مش هو ده المصدر ولا لا منين خدناها المصدر من الفعل صلتها فعل ولا مش فعل صلتها جملة فعلية يبقى إذن هنايا تكون مصدر خدناها منين تقول ودوا عنتكم اعربها ترى نعربها نين ودى فعل ماضي والواو فاعل وما مصدرية وعنت فعل ماضي وتم فاعل
والمصدر المؤول من ما والفعل في محل نصب مفعول به. في محل نصب تقدير الكلام شنو يا جماعة؟ ودوا عانتكم. عانتكم شنو تعرفها؟ مصدر صريح، وما عانتم مصدر مؤول، مصدر مؤول. به وقول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي، يسر المرأة مفعول به ما ذهب الليالي، ما هنا مصدرية، وذهب فعل ماضي والليالي فعل، وتقدير الكلام ذهاب الليالي، صح ولا لا؟ وين الحرف المصدري؟ ما. وين الصلة؟ ذهب الليالي. تكون منه الاثنين مصدر، شنو هو؟ ذهاب. المصدر يضاف لمن؟ للفعل إذا كان جملة فعلية، وللمبتدا إذا كان جملة اسمية، شك ولا لا؟ يضاف هنا تو ذهب فعل ماضي، وين الفعل بتاعه؟ الليالي. لما بتكون مصدر شو بتقول؟ ذهاب الليالي. الفعل لمن يضيف؟ للفعل. هي عادة يقول لك شنو هو مضمون الجملة؟ مضمون الجملة شنو هو؟ قام زيد، شنو مضمونها؟ قيام زيد. قيام زيد شكل زيد قائم، شنو مضمونها؟ قيام زيد، شكل ولا لا؟ يؤخذ المصدر يضاف إلى المبتدأ إذا كان جملة اسمية، أو يضاف إلى الفاعل إذا كانت، يبقى هذا هو مضمون الجمل، مضمون الجمل. ولذلك لما يجوا في حروف العطف، شوف يا جماعة كيف يرتبوا في الكلام، يقول مثلا دخل زيد فخرج عمرو مثلا، يعني هنا الفعل عاطفة ولا لا؟ تفيد ترتيب، ترتيب شنو؟ ترتيب وتعقيب شنو؟ هنا وقعت ما بين جمل ولا لا يا جماعة؟ تو لما تقول دخل زيد فعمر، هنا رتبت زيد وعمر، لكن لما تكون بين الجمل بترتب شنو وتراخي شنو؟ الترتيب والتراخي بين مضامين الجمل. شو مضمون الجملة الأولى؟ خروج زيد ودخول عمر، هذا هو. يبقى إذن المصدر يضاف إلى الفعل، هذا ما يسمى بمضمون الجملة، أو يضاف إلى المبتدأ إذا كانت جملة اسمية. وبذلك يقول مضمون الجملة الفلانية، شنو يقصد به المضمون؟ يعني معناها كيف تأخذه، كيف تجي يعني، شكل يا جماعة ولا لا؟ مثلا فوكزه موسى فقضى عليه، أرتب هذا، مش أفادت السببية، أفادت الترتيب، أفادت الترتيب والتعقيب والسببية ثلاثة. وين الترتيب؟ أن الوكز قبل قضاء. لأن القضاء قبل الوكز، قبل القضاء وبعد مباشرة، هذا التعقيب، ومسبب عنه، مش أفادتهم ولا لا؟ ترتيب وتعقيب وسببية شنو؟ مضمون الجملة السابقة على مضمون الجملة اللاحقة، شكي ترتيب مضامين. وترتيب المضمون يا جماعة كيف يكون؟ بصراحة كده تكون، اللي هو تاخذ فوكزه موسى فقضى عليه، تقول مثلا وكز موسى، هذا مضمون الجملة الأولين، فالقضاء على منه؟ على الرجل، على الرجل، مضمون الجملة الثانية. أي اللي مسبب على الثاني؟ القضاء مسبب عن الوكس، والوكس سبب فيه القضاء. يبقى إذن مضمون الجملة هكذا المصادر تأخذ، يبقى المصدر من يأخذ؟ من الفعل إذا كان فيه. هنا فيه فعل يا جماعة ولا ما فيش؟ في آية القرآن الفعل عنت، وفي الشاهد اللي هو ذهب، كون منه المصدر ذهاب الليالي. عانتكم لمن أضفناها هنا؟ مش كم هي كانت الضمير الفاعل ولا لا؟ صبحت في محل جر بالإضافة، إذن هنا المصدر. أين محل الشاهد في البيت؟ ذهاب الليالي. ذهاب الليالي مصدر هنا ولا مش مصدر؟ مصدر. جي في مكان شنو؟ ما وذهب، صح ولا لا؟ كوننا منه المصدر. لما تعرف شو بتقول؟ هذا مصدر مؤول وهذا مصدر صريح. ما حرف مصدري، وذهب فعل ماضي، والليالي فاعل، والمصدر المؤول منين؟ من ما والفعل، من ما والفعل. يسر المرء ذهاب الليالي، ريت تقديرها كيف الاعراب هذه واحد. يسر المرأة، يسر فعل مضارع مرفوع، والمرأة مفعول به مقدم، وذهاب فاعل، وذهاب مضاف، والليالي مضاف اليه، شكي به. فذهب سيبوي إلى أنها حرف، وهذا الماشي عند المعربين كلهم على أساس كلامنا أنها حرف.
وذهب الأخفش وابن السراج إلى أنه اسم بمنزلة الذي واقع على ما لا يعقل وهو الحدث. ود الذي عاندتموه شكل تقديرها ود الذي بقى مشكل كلام ولا لا أنا نبي نعربها على رأي الأخفش. يقول ود فعل ماضي والواو فاعل وما اسم موصول مبني بمعنى الذي في محل رفع في حال نصب مفعول به وعاندتم صلة موصول والتقدير ود الذي عاندتموه. لكن ود الذي عاندتموه شكي باهي أي العنة الذي عاندتموه. شوف التقدير كم احتاج إلى تقدير. تقديرين. قال الذي ود العنة الذي عاندتموه. وأي أسهل تقدير سيبوي ولا تقدير الأخفش؟ سيبوي أسهل وأريح. وقدر التقدير يعود الضمير يعني أه؟ مش يجيب ضمير يربط بين الجملة. قدر التقدير الثاني مش يجيب ضمير يربط والعنة الذي عاندتموه والحرف المصدري لا يحتاج إلى ضمير لما نأخذه هنا وهو الحدث غير تبع معي والمعنى ود الذي عاندتموه أي العنة الذي يبقى العنة اللي محذوفة ولا مش محذوفة؟ محذوفة. والضمير فيه عاندتموه محذوف ولا مش محذوف؟ محذوف. هنا فيه كثرة حذف ولا فيش كثرة حذف؟ في غنى؟ في غنى عنه. ماشي الحال؟ ويسر المرء الذي ذهبه الليالي ويرد يعني يعترض على ما ذهب إليه الأخفش ابن السراج بأنه لم يسمع أعجبني إيش ما قمته وما قعدت. وين وجه الدليل هنا يا قمته وجود الضمير إذ لو كانت ما اسم موصول لعاد عليها الضمير ولو مرة من المرات ولم يسمع عن العرب أنه عاد عليها الضمير. والضمير هنا محذوف جوازا ولا وجوبا؟ وجوبا. محذوف وجوازا والمحذوف جوازا لابد أن يظهر عند الفصيح في وجه في مثال من الأمثلة. وحيث لم يسمع ظهور الضمير هنا دلال على أنها ليست اسم موصول بشكل كلام ولا لا. شوف وجه الدليل مرة ثانية. وين وجه الدليل؟ وجه الدليل اتصال الضمير اللي هو قمته مش فيها هي الضمير هدية. الضمير على من بتعود؟ على ما بشكل. لو كانت ما اسم موصول والضمير هنايا العائد من الصلة إلى الموصول حذفه جوازا. متى يحذف جوازا؟ إذا كان منصوب بفعل متصرف تاب يجوز حذفه. يجوز حذفه. هنا يجوز حذفه واللي جائز حذفه يندكر ولا ما يندكرش ولو في مرة من الأمثلة. وحيث لم يذكر هذا الضمير إطلاقا يبقى دل على أن هذه ليست اسم وإنما هي حرف مصدر. واضح وجه الدليل فيها ولا لا يا جماعة؟ وجه الدليل واضح يا جماعة. كيف؟ شوف كيف أول شوف تبع معي. قمته مش فيها هي الضمير هدي معي ولا لا يا جماعة؟ علش تعود علمة تمام. هل سمع عن العرب هذا التركيب؟ لم يسمع. باهي حذف الضمير واجب هل إذا كان واجب ما يسمعش؟ هل حذف الضمير هنا واجب العائد من الصلة على الموصول واجب ولا جائز؟ ليس واجب بما أنه جائز. وإذا كان جائز لابد أن يذكر صح ولا لا؟ وإذا لم يذكر في أي مثال من أمثلة العرب دليل على أن ما ليست اسما وإنما هي حرف. واضح التعليل فيها كيف ولا لا؟ ولا نعود مرة ثانية يا جماعة؟ زيد عاود يا شيخ. باهي شوفوا معي. أنت ما تتبعش تبع في الكتاب تبع في شفت قمته مش فيها ضمير ولا فيهاش ضمير؟ نعم. الضمير هذا أنت بتقول ما اسم موصول وين بيعود علمه؟ الضمير هذا يبروزة وحذفة حذفة وذكرة جائز ولا واجب؟ جائز صح ولا لا؟ ممكن تقول قمته ومحذوف شكل وممكن تقول تذكره وتذكرهش. بما أن ذكره جائز ممكن تذكره وممكن تحذفه يبقى لم يسمع ولو مثال واحد عن العرب أنهم قالوا بالضمير بعد ما هنا المصدري. وحيث لم يسمع دليل على أنها حرف وليست باسم.
وهي أنها حرف وليست اسم. ولو صح ما ذكر على أنها اسم موصول لجاز اتصال الضمير، لجاز اتصال الضمير. أقول ولو صح بشكل لا، ولو صح ما ذكر إن ذكره ابن السراج والأخفش أنها اسم موصول لجاز ذلك أيا هو ذكر الضمير بشكل لا. أرفع شنو؟ وين بترفع؟ بترفع الشرط، أرفع الشرط ولم يصح، إذن لم يجز أن يكون بشكل لا. ترفع واحد وبتخلي واحد مش كده. قال ولو صح مش شرط ولا مش شرط لجاز، شنو هو اللي صح؟ وجود الضمير. لجاز ان يكون هنا اسم موصول، صح ولا ما صحش؟ لو تفيد الامتناع الامتناع، لم يصح لم يجز شكو ولا لا. وهذا هو وجه الدليل، هيك الدليل، عرفت كيف الدليل فيها؟ ولو صح، ولو صح وجد الضمير، مش لو كان الضمير يمكن ان يكون، ايوه موجود. لو صح هذا المثال هذا قلنا انه اسم موصول ولكنه لم يصح فلا يقال، فلا يقال. ارفع هذا يرتفع هذا، ارفع الشرط يرتفع، وقول عليه في المنطقه، في المنطقه ارفع الوحده تثبت الثانيه، غير ما نبيش نخش في كلام ثانيه، خلي على حد على حد الكلام هذا بس يعني قال ولو صح، ولو صح يعني لو شو تفيد يا شيخ عبد السلام؟ امتناع الامتناع، لم يصح لم يجز، مش تقلب النزاز ولا لا؟ لم يصح لم يجز، لم يصح هذا المثال، لم يجز ان تكون ما موصوله. نعم. فانها في لان الاصل ان العائد يكون مذكورا لا محذوف، مذكورا لا محذوف. ماشي بك نكتفي احنا بهذا القدر ان شاء الله. ها نعم. قال وأما لما فإنها في العربية على ثلاثة أقسام. الأول نافية بمنزلة لم، نحو لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي ما أمره. الثاني وإيجابية بمنزلة إلا، نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، أي ما أطلب منك إلا فعل كذا. وهي في هذين القسمين حرف باتفاق. كويس. قال هنا يا لما، اختلفوا فيها هل هي اسم ولا حرف، أيضا محل خلاف. نافية قال بمنزلة لم، بمنزلة يعني مش كيف لم، بمنزلتها ليست كلم. ليه؟ لكي لا يتكرر الحرف حرفان بمعنى واحد. ما الفرق بينهما؟ لم جازمة، جازمة وتقلب الفعل المضارع، لكن يستمر النفي بها إلى الحال مع التوقع. تو عندما تقول لم يأتي زيد، أنت خالد دهن أنه يأتي أو لم يأتي، خالد دهن. ولكن لو قلت لما يأتي زيد نعرف منه أنك أنت متأكد أنه سيأتي، يبقى فيها توقع. فيش توقع؟ يبقى إذن هناك لما يقول لك هي بمنزلة لما، مش كي الشيخ رمضان، إذن ليست كلم، صح هي تفيد نفي، تدخل على المضارع وتقلب الزمن متاع من الاستقبال إلى المضي. لكن ما الفرق بينهما؟ أن النفي يستمر بها إلى زمن التكلم مع التوقع، مع توقع. تقول لما يأتي زيد، معنى ذلك المخاطب العربي صاحب الصليقة العربية ايش يفهم؟ أن زيد سيأتي، أن زيد سيأتي. لكن لما تقول لم يأتي زيد، أنت ما عندكش دين، يجي ما يجيش الله أعلم. إذن هناك فرق في الاستعمال ولا ما فيش فرق؟ أن لما تدل على التوقع، توقع الفعل، ها؟ ولما يأتي، ها؟ لما إما توقع أن يدخل أو ما يدخلش، شو ولما يدخل الإيمان في توقع لدخول الإيمان. والعرب يعني ليس صليقتهم معروفة، صليقة معروفة. وهذا لما جاء في الأسلوب ده يا جماعة نوع من التطميع، نوع من التطميع والتشجيع، يعني ما سكرش عليه الباب قال لك لا 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 يدخل الإيمان في قلبك إطلاقا، مش هيك ولا لا؟ معنى ذلك الباب ما زال مفتوح ولا سكر قدامه بالباب. وهذا هو منهج الدعوة، أنك ما هو الدعوة لا يمكن أن تسد طريق الخير أمام الناس.
معناها لما قال ولما يدخل الإيمان في معناها شنو هو؟ أن الإيمان ربما سيدخل مع التوقع. يبقى إذن هناك فرق ما بين لم النافية ولم، وإن اتفقا في العمل وفي قلب الزمن من الحاضر من المستقبل إلى المضي، ولكن اختلف أن لم لا تدل على التوقع، وأن لم يستمر النفي بها إلى زمن التكلم مع التوقع حدوث الفعل، توقع حدوث الفعل. هذا وكلمة إيجابية بمعنى تستعمل مثل إلا، مثل إلا. هذا بل عزمت عليك لما فعلت، بمعنى إلا فعلت. ولكن أكثر ما تقول في القسم عزمت أنا كأن حلفت، يعني قريبة من القسم، قريبة من القسم. إيه وكذلك في آية هود وإن كل لما قرأها لما لا يوفينهم ربك إلا، بمعنى إلا استعملها بمعنى إلا. إلا فعلت كذا أي ما طلب منك إلا فعل كذا. نعم. وهي في هذين القسمين حرف باتفاق، هذه لا لا لا, لا مجال للخلاف فيها. نختم بذلك. الوقت خلص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، واغفر لنا ولوالدينا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، ويا رب ويا من هو على كل شيء قدير، أن نسألك الأمن والأمان لبلادنا. اللهم إنا نسألك الأمن لبلادنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. آمين. بسر بسم الله الرحمن الرحيم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يعلم.